وسائل التواصل الاجتماعي أثرت كتير في حياتنا اليومية، وبرنامج على الوبع فرح ياسمين بيلمس الموضوع ده بشكل كبير، وعلشان كده قررنا نروح ونسأل الناس ونشوف رأيهم في هذا الموضوع. تعالوا نشوف هيقولوا ايه. تعال انت، تعال تعال. ازيك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. مبارك يا الحمد لله. تمام. عندي سؤال. اتفضل. انت نشيط على وسائل التواصل الاجتماعي؟ المشكله هي يعني كان ناس سلاح سيف دو حد اسمه المثل جديد اسمه ايه؟ حد الانستغرام. فيسبوك انستغرام انستغرام. ايه الحاجه اللي انت بتهتم بيها قبل ما تنزلي بوست؟ قبل ما انزل بوست الاديتنج تبع الصوره. انا كتير بحب الكواليتي تكون واضحه، تكون الصوره حلوه. وانا هو كومنتس اون ذيس بيكتشر هو لايكس، بس بحب لايكات، اشوف عندي لايكات، احاول تنقي الحاجات اللي ما تتكفش عليها. صراحه سام تايمز لايكس. طيب مين الانفلونسر المفضل ليك اللي انت دايما بتتفرج عليه؟ هلا بحب بالنسبة للفريق بتاع فهد العرابي، بحب الطاقة الإيجابية اللي عنده، في فهد الشباب الصحبة كثير جوع فهد العرابي والله جوع كثير. بس ممكن الدحيح كان وازن طباخ أحمد الزامل. حد قبل كده تنمر عليك على وسائل التواصل الاجتماعي أو أنت تنمرت على حد وأنت صغير أيام الشباب أيام الشباب؟ لا شوفي بريء ماذا من كده تنمرت قلت مازنخة. اكيد لا متاكد 100%. هي اسمه عجوب بيطلع يعني برند الشباب. صراحه لا ولا مره. السؤال بقى مصير، عملت بلوك لكام واحد؟ والله ممكن اني فرجيه. ممكن كثير. لا بس انا بس عم بعمل انفر اذا ما حبيتها للاسف يعني. ما بعرف حدا عامل لي بلوك، انتبه بس انه ما حدا عامل لي بلوك. انا ما عندي مشكله يا عم تاخذني انت. ايه تاثير السوشيال ميديا في حياتك؟ يعني قرات مكان انه من زمان كنا نطلع من حياتنا عشان نطلع من الحياه ندخل على السوشيال ميديا. بطلنا كتير كونكتد. انت ايه شايف ايه المسؤوليه اللي لازم المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يعملوها قبل ما ينزلوا كونتنت معين على وسائل؟ I think the honesty. عايز ناس يقول لك انت بتعمله. Do you think it's beneficial to the society? It goes with the privacy content على الانستغرام. واليوم اذا انت بتنشر محتوى فانت ما فيك يعني تعتبر نفسك انت مصدر لهالشيء هذا. ميدو دلوقتي عشان انت مشهور على انستغرام ما تعمليش انفولو. وبعد ما عرفنا راي الناس في تاثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليوميه، شاركونا في التعليقات ايه هي مسؤوليه مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما ينزلوا محتوى معين. مع السلامه.